كالعادة فقرتنا المعتادة معاكم كل يوم جمعة مع الداعية الإسلامي يوسف عادل. وطبعا لسه بنستكمل برضه معاه كلامنا الجميل عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يا يوسف حبيبي ازيك اخبارك ايه؟ وحشني جدا. انت اكتر حبيبي والله، وبتبسط لما اجي كده الاقيك معايا. يعني ده شرف ليا دايما. يا حبيبي ربنا يعني يكرمك يا احمد يا رب. صديق الصدوق حبيبي والله. حبيبي حبيبي. بسم الله والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدي وحبيبي وقدوتي سيد العالمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بنفكر الناس يا احمد ليه بنتكلم في سيره النبي صلى الله عليه وسلم؟ ببساطه بناخد مراحل كده من حياته. احنا خلاص في اجازه، حتى خلاص يعني بنتكلم في ثانويه عامه كمان قربوا خلاص كله هياخد اجازه. فبنقول ايه؟ الشخص عشان يحب حد لازم يتعرف عليه ويتعلم مواقف. ما بنقولش ان احنا ما بنتعمقش قوي، احنا بنتكلم في حاجات المفروض ان الكبير والصغير يبقى عارفها عن حياه النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام المعتاد اللي كتير ممكن بيقولوه لما واحد بيحب نجم في ايا كان المجال، سواء كوره سواء فن سواء اي حاجه، بيبقى عارف كل تفصيله في حياته. ده اتنقل من الفريق الفلاني وراح مش عارف فين وخد كام واجازته راح فين واولاده اسمهم ايه. فعيب قوي 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 ان احنا نبقى عارفين حياه بشر ممكن يكونوا قدوه لينا في حته معينه. والقدوه المطلقه خير البشر النبي صلى الله عليه وسلم، ما نبقاش عارفين اي حاجه عن حياته. فعشان كده بنقول فرصه ان احنا نعلم اولادنا، فرصه ان احنا نتعلم الحاجات البسيطه في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، عشان لما نيجي نقول لاولادنا خلي بالكوا ده غلط، ده النبي قال لنا ده غلط، طب هو ما يعرفش النبي، هيسيب الغلط ازاي ويروح للصح ازاي؟ لما نقول له النبي يحبك انك انت تصلي عليه كتير، والنبي صلى الله عليه وسلم ربنا يرد اليه روحه ويرد عليك باسمك، فيبدا يستغرب ازاي يعني. وبعدين ففي النهايه لازم يبقى اولادنا ولازم الاجيال اللي جايه كلها تبقى مرتبطه بحياه النبي صلى الله عليه وسلم. خلينا النهارده حابب اقول ايه بقى؟ تعال نشوف صوره العالم كده ببساطه قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي. العالم كله كان بيتحكم فيه الفرس والروم، ماشي؟ قوتين كبار. كان اغلب الوقت ده كان وقت حروب ووقت ظلم ووقت اضطهاد، وكان حاجتين، يا تلاقي واحد فقير قوي ومعهوش ومظلوم، يا تلاقي واحد غني قوي ومعاه كل الايه؟ الترفيه اللي ممكن تتحدث عنه في الدنيا. كان في عاملين مشتركين في العالم وفي الجزيره العربيه، المراه، وانا قاصد ان انا اسلط الضوء على دي قوي، كانت مقهوره جدا جدا جدا، كانت مظلومه، ما كانش لها وضع اصلا، بل كمان ما كانتش كمان ايه مجرد احنا النهارده الاسلام هو اللي كبرها وخلاها ان هي ليها ميراث وحاجات زي كده، لا ده هي كانت ايام قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم كانت المراه بتورث مع المال، تمام كده؟ فده كده حال العالم. طب شبه الجزيره العربيه، كان قبائل بتتصارع وكان القوي هو اللي دايما ايه هو اللي منتصر. وفي نفس الوقت انا برضو مسلط الضوء على المراه، والمراه بتعمل ايه؟ نفس النظام، في قهر، كانت المراه اللي بتكرم اللي بنت عائله كبيره جدا 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 زي السيده خديجه عشان من عائله كبيره، فكانت بتكرم السيده امنه بنت وهب ام النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تكرم، لكن الاغلب لا، ده كانت تورث برضو مع المال. لا ومش كده وبس، وكان المجرد بس واحد عارف ان هو وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو قزيم، مجرد إن هو يتخيل حد يقول له أنت زوجتك حامل، إيه ده أنت عندك بنت؟ يتضايق، وكانوا يوئدوا البنات. دي الصورة ببساطة قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. معنى كده إن الحياة قبل كده كان في ظلام، كان في جهل، كان في ظلم للمرأة. لما النبي صلى الله عليه وسلم جه وبشر ومش جاي بمعجزات خارقة، ده نبي جاي عايش في وسط الناس، علشان كده في مرحلة النهاردة هنتكلم فيها النبي وهو في وسطهم. يعني النبي لسه ما جاتش البعثة ولا أي حاجة، النبي وهو صغير، وبعد كده وهو غلام، وبعد كده قبل ما ينزل عليه سيدنا جبريل، وكانت الناس بتتعامل معاه ازاي، وبعد كده الناس كانت بتصفه بإيه. فالنبي وهو شخص عادي جدا، وهو شخص شاب صغير جدا، كان دايما تحس ان هو بيحب يقعد لوحده كتير، اللي دايما لو تاخد بالك انا وانت كتير نفضل نقول ايه؟ الخلوه، اللي هو ده احنا لسه ما اتكلمناش في اي حاجه. كان النبي يحب يقعد مع نفسه كتير قوي. كان اصحابه ليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ممكن يبقى في افراح بتحصل في قريش مثلا وفيها بقى غناء وفيها طرب وفيها حاجات، فكان النبي دايما في حاجه جواه بتقول له ايه؟ انا مش هروح، يمتنع. انا عايز اقول لك في لقطه يا احمد، واحنا بنحب دايما نركز في حته الواقع، في قصه بتتقال ان النبي صلى الله عليه وسلم في مره راح مع صاحبه عشان يبدا يشوف الناس دي بتعمل ايه، فنام. فاكر؟ انا لما جيت فكرت امبارح وكان ربنا بيقول لك ايه؟
ان خلي بالك مش معنى ان انت ماشي مستقيم طول حياتك مش ده النبي. مش عشان ما حدش يقول لك ده يوسف. انا باخد المعنى الواقع. خلاص الامم اللي هي اللي بعديها. فصاحبه قال لك ايه، يلا بينا يا محمد ونشوف الناس. فالنبي شاب صغير قال لك اما اروح ابص. بس الله عز وجل عشان بيأهل النبي ان هو الرسول النبي القدوه، فنام وما شافش اي حاجه وما سمعش اي حاجه وما خدش باله من حاجه. ليه بقول هنا الصوره الملائكيه اللي احيانا بيبقى حد عايز يربي اولاده عليها صعبه، والصوره الملائكيه اللي كل واحد عايزه يبقى ماشي في الخط المستقيم اللي انا عمري ما هغلط عمرها ما هتحصل. فتخيل النبي هو معصوم فربنا عصمه فنام، لكن انت مش معصوم، فبالتالي بلاش حته ايه المثاليه المفرطه وبلاش التكلف. يعني بطلع من النقطه دي البساطه الاعتدال بالظبط، فما تجيش الوسطيه خير الامور الوسط، وده المطلوب طبعا. عشان كده ايه لما تلاقي ابنك غلط غلطه اوعى تدوس عليه. ما احنا ما بنحكيش قصه النبي علشان نفضل ايه قاعدين بنسمع قصه، لا، لما ابنك يغلط غلطه ما تدوسش عليه وما تجيش تقول له خلي بالك من كذا. ده النبي صلى الله عليه وسلم راح مع صاحبه، انا ما بقولش عمل حاجه اي حاجه غلط، بس ربنا هنا قام عصمه وقام ايه وقام نايم. فلما اولادنا ممكن يبقوا مثلا ايه حد ضحك عليهم، حد قال لهم تعالوا نروح المكان الفلاني، فممكن نقعد معاهم نعمل ايه؟ نقعد نتكلم، نقعد الحوار. يا جماعه اسلوب ان انا اخد ابني واضربه وان انا اعاقبه وان انا ازعق ليه وان انا احبسه وان انا اخد منه الموبايل او اخد منه يا جماعه بهدوء الحوار. عشان كده بنقول ايه؟ نسمع سيره النبي صلى الله عليه وسلم ونتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ونتعلم من سنه ربنا في الكون، لان ربنا خلقنا بقوانين، وربنا خلقنا ان احنا قاعدين بنتعلم وبنقع وبنغلط ونعمل الصح تاني. طيب. النبي صلى الله عليه وسلم كان في حاجه جميله قوي عشان نعرف النبي في وسط الناس وهو لسه ما نزل، لسه غالبا كان عنده 20 سنه اظن. فكان في حاجة اسمها حلف الفضول. الحلف ده ان كانوا القبائل اجتمعت وقالت ان يا جماعة كلنا هنعمل تحالف ان شخص اتظلم كلنا هنقف معاه لحد ما ايه نردله المظلمة بتاعته. والنبي صلى الله عليه وسلم اثنى على الحلف ده وقال لك من اكتر الحاجات اللي قبل الاسلام لو دعيت ليها لهروح تاني. تمام. فالمهم كان حصل قصة عند الكعبة، والكعبة حصل فيها مشاكل فبدأوا ان هم يعملوا الكعبة تاني. فجي موقف بس برضو نوضح هنا تفاصيل الكعبة في البداية كانت موجودة لهدف اخر اقتصادي. الله عليك، شكرا شكرا والله، عشان كنت فعلا هنساها. الكعبة كان حواليها كلها اصنام، ماشي كده. الاصنام دي فكرتها ايه؟ الناس بتتخيل ان الاصنام دي مجرد فكرة عبادة، هي دي الصورة، لكن هي الحقيقة مش فكرة عبادة بس. هو الأصنام دي كان كل قبيلة من القبائل اللي حصل في بينها وبين بعض تحالف كانوا بيقوموا يجيبوا صنم ويحطوه حوالين الكعبة، وكان في فوق الكعبة 600 صنم مثلا. وكأن إن إحنا بنحاول نحافظ على مصالحنا الاقتصادية مع القبائل التانية من خلال الأصنام دي. علشان كده خلي بالك يا أحمد، برافو عليك، لما هم رفضوا دعوة النبي هو مش خوفا من النبي، هو خوفا لما قال لهم دمروا الأصنام، فهم خافوا ان ايه ده التجاره بتاعتنا والاقتصاد بتاعنا، صح؟ دي لقطه. واللقطه الثانيه لما ابو جهل قال لك انا على فكره انا عارف ان هو صادق، لكن بيننا وبين عبد المطلب دايما في تنافس وفي دايما صراع ما بيننا وما بين بعض، فلما هم اطعموا احنا اطعمنا، ولما هم سقوا احنا سقينا، لكن لما هم قالوا منا نبي احنا سكتنا، فعلشان كده هو مكذبه. فهم لما اختاروا ان هم يكذبوا النبي هو خوفا على اقتصادهم لما النبي قال لهم دي اصنام. فبالتالي فكرة الاصنام اللي حوالين الكعبة كانت كلها فكرة اقتصادية على فكرة، ما كانتش فكرة تعبد ولا فكرة خالص. ده بالعكس، ده سيدنا عمر بن الخطاب عايز اقولك ان كان مثلا واحد مسافر وعايز ياخد بتاعه الاله بتاعه معاه، فكان احيانا مثلا ايه يلاقي الاله بتاعه وعامله في البيت مثلا بطريقه معينه من الحجر فكبير، فيقوم واخد مثلا حصى ويبدا يروح ياخده معاه كانه الاله بتاعه، ولما يرجع يرميه على اساس انه موجود عنده في البيت. سيدنا عمر وهو مسافر قام عامل اله من العجوه، والقصه اللي كلنا عارفينها، لما جاع اكلها وكلها، صح؟ فبالعكس هي كانت فكره اقتصاديه. فلما بداوا يعيدوا ترميم الكعبه تاني، وبدأ بقى والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيشارك وكان بيشتغل وكان بيشيل الحجارة وكان يروح يساعد، ده كان بيرعى الغنم، ده كان بيتعب قوي. ده النبي والدته ماتت السيدة أمنة بنت وهب، وبنحفظ الأسماء لأن عيب إن إحنا ما نكونش عارفين. كنت قاعد مع الشباب الأسبوع اللي فات، مامة النبي اسمها إيه؟ مش عارفين. طب مرضوعة النبي اسمها إيه؟ إحنا كنا على جيلنا يا أحمد، إحنا حافظين الكلام ده حتى لو إحنا يعني كده، لكن النهاردة
مامة النبي السيدة أمنة بنت وهب، مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم السيدة حليمة السعدية. المفروض نبقى إيه؟ حافظين الكلام الجميل ده. المهم، فالنبي لما والدته توفت وهو عنده 6 سنين، ده تعب قوي، وبعد كده راح اتربى مع جده، وبعد كده راح اتربى مع عمه، وكان بيشتغل مع عمه ابو طالب في راعي الغنم، وكان بيشتغل لان كان حالته بسيطه، وكان النبي ما يقبلش ان انا مش هفضل قاعد وحد بيصرف عليا. بص بس ايه الحاجات الحلوه، الاعتماد على النفس، ان احنا ايه مش قاعدين نايمين ومستنيين مين اللي يصرف مش علينا. التواكل. طبعا وراعي الغنم مهنه شقه جدا. طبعا. يعني مش النهارده، ان احنا النهارده يعني مهما كانت قسوه المهنه اللي احنا فيها النهارده يا جماعه، راعي الغنم دي قصه وسفر. ده كان عندهم رحلتين، وازمنه بقى مختلفه. يعني كان عندهم رحلتين، انت تخيل معايا كده، رحله الشتاء والصيف. انت متخيل ان هم بيطلعوا كام شهر رايح وكام شهر جاي؟ ده احنا النهارده لو مسافرين، فانت قعدت 3 ساعات في الطياره في حته بعيده شويه، انت ممكن بتلاقي نفسك ايه ده، ده 3 ساعات. تبص على المده، 3 ساعات يا جماعه. النهارده رحله الشتاء والصيف كانت بتاخد شهور، كانت من السنه للسنه. ما هو ده هنا اللي خلى يحصل فيه معجزه الاسراء والمعراج. طبعا. وتفاصيلها طبعا المعتاده واللي احنا طبعا عارفينها، وكان من خلالها برضو القافله. يعني طبعا على ما اعتقد يعني. صح كده؟ لسه هنكمل بقيه كلامنا مع الداعيه يوسف عادل، لكن هنطلع بس يا يوسف لفاصل صغير ونرجع تاني نكمل بقيه كلامنا. خليكم معانا، يلا بينا. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، thank you.
طيب ورجعنا تاني ولسه بنكمل كلامنا مع الداعية يوسف عادل، ولسه برضو بنكمل بقية حوارنا الشيق والممتع معاه زي كل أسبوع، كلامنا عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الشباب داخل في أجازات، فالنبي كان راعي للغنم، النبي كان بيشتغل، النبي كان بيطلع القافلة، النبي كان بيخدم. لما كانوا بيبدأوا يعيدوا الكعبة تاني كان يبدأ يشيل الحجارة ويروح يسلم ويروح يشتغل. ما تيجي ناخد اللقطة دي ونحاول ان احنا في الاجازه على قد ما نقدر. على فكره مش شرط ان انت ممكن يبقى الحمد لله حالك متيسر والدنيا بالزبط. تمام، انزل اشتغل من باب انك انت بتربي نفسك الخبرات. وانك انت بتعلم نفسك الالتزام، وانك انت بتحتك، وانك انت بتتعامل مع بشر بالزبط. خلي بالك لو انت شخص عايز تكون مؤثر في الحياه ليها شويه قوانين ربانيه. القانون الرباني ان ما ينفعش ان انت تبقى قاعد في البيت ومن اول ما تبدا الدراسه لحد ما تخلص الجامعه وتبدا تقول اتحرك، ده مش مواصفات الشخص اللي يبقى ايه تعب شويه ونزل الشارع وعارف بلغه ايه، مش عارف اجيب المصطلح يوسف. بس انا اخد لك المصطلح ده في سكه تانية خالص. يلا بينا. في سكه ان الغرب بينفذوا بعض التفاصيل الله. اللي في ديننا ومنها ممكن الصحيح وممكن منها اللي احنا بناخده في ديننا غير صحيح. مثلا ان هو بيخلوا في عمر معين الشباب او الولد او البنت ان هم يعتمدوا على نفسهم من 16 من 17 ايا كان، فهنا يبتدي يواجه الحياه ويبتدي يشتغل بالساعه، اصل الساعه دي عليها مثلا كام دولار، اصل مش عارف هنا هشتغل بايه. بس هو اكتسابه للخبرات اللي هو بياخدها في مشواره بالتوازي مع التعليم بتاعه، فده بيخليه لما بيخلص بعد كده بينزل لسوق او بينزل بقى على الارض الواقع لسوق العمل ما بيواجهش اي مشاكل الله. غير اللي هي المشاكل بقى بعد كده اللي في حياته اللي هيكتسبها بتدرج المنصب بتاعه الله. او العمل بتاعه، لكن حلوة. عنده خبرات محترمه شربها تحفه. واقول لك على حاجه تانية، اليابان. اليابان من وهم في المدرسه، يعني دايما بنقول ايه اليابان كوكب تاني. يا جماعه لا، هو الفكره كلها ان هم 10 سنين يعني اللي اتعمل كل ده بعد الحرب هو 10 سنين قفلوا على نفسهم وحطوا هدف ورؤيه ليهم كلهم. والنهارده الاولاد في المدرسه بيعملوا ايه؟ يعني احنا النهارده برضو بننادي كل حد في البيت الاب والام علم اولادك في الاجازه ان بعد اذنك اول ما تقوم من النوم بعد اذنك رتب السرير بتاعك والاوضه بتاعتك. والله ده الكلام الواقعي اللي بنقوله. ده حقيقي فعلا. ده من سيره النبي. رتب هدومك، علق هدومك، اعمل سريرك، اعمل الحاجات الواجبات البسيطه دي لما بيكبر بتبقى اكبر. كل طبعا بتكبر انت بتعوده معك. على المسؤوليه بالزبط. بس بقى المسؤوليه اللي تتناسب مع السن ده، بعد اذنك قوم ظبط السرير بتاعك وروق الاوضه بتاعتك. مزبوط. مش النبي كان شغال؟ يعني مش الام اوعى تفتكري ان حضرتك كده خايفه على اولادك وبتقولي لا هم دلوقتي ما يتعبوش. لا لا لا، ده خلي بالك انت اللي هتدفعي ثمن ده لما يكبروا، لان هو هيطلع شخص غير متحمل المسؤوليه. فلازم النهارده نعلمه المسؤوليه زي ما قلت لك. اليابان النهارده بيعملوا ايه في المدرسه؟ هل متخيل بقى الداده وبتفضل تنظف وتروح؟ لا 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 لا، الطالب اول نص ساعه بيدخلوا المدرسه يا احمد اول حاجه خالص بيرتبوا الفصل بتاعهم، بينظفوا الفصل بتاعهم، ده بجد مش هزار. بس طبعا بقى بتكنولوجيا هناك بحاجه الارض تتعق، هم اللي بيعملوا الطلاب وبعد كده يبداوا يدرسوا. ده عايز اقول لك النص ساعه دي هي اللي طلعت النهارده اليابان. أيوة. لان النهارده هو خايف على حاجه، يعني النهارده هو مسح الديسك بتاعه هيجي يكسره؟ لا، نظف الحيطه هيروح يكتب عليها بالقلم؟ حافظ عليه. عارف يا احمد انت قلت حاجه رهيبه، احنا الغرب النهارده احنا ثقافات بتتبادل، وخلي بالك الحضاره بتقوم على حضاره. يعني احيانا لما يجي حد يقول لك ايه يحاول يطمس او يطير الحضاره الاسلاميه اللي اتبنى عليها كل الحضارات، احنا عكس كده. يعني احنا الحمد لله كل العلماء الفيزياء والرياضه والكيمياء والطب اللهم لك الحمد، احنا اساس، احنا البذره بتاعت كل حضاره. فتلاقي بعض الناس اللي عايزه ايه تمحو الموضوع ده، مفيش حضاره اتبنت الا على حضاره ثانيه، يعني ده الطب. لكن النهارده هم خدوا الحضاره بتاعتنا وقدروا يتفوقوا علينا، وقدروا ان ما شاء الله يبقوا متطورين في كل حاجه. احنا وقفنا عند الحضاره بتاعتنا وبنحكي عنها، لكن هم خدوا الحضاره بتاعتنا وبنوا عليها وما شاء الله كبروا. فالنهارده لما تيجي حاجه زي اليابان بتعلم المسؤوليه للولاد الصغيرين، طيب يا جماعه ما النبي صلى الله عليه وسلم يعمل كده. طب ما النبي كان بيشتغل من وهو صغير، النبي كان بيتعب وبيراعي الغنم ويروح يساعد الناس في الحجاره، النبي كان بيتخذ قرار. يعني هو عنده 20 سنه لما اختلفوا انهي قبيله تحط الحجر الاسود عند الكعبه، ايه اللي حصل؟ ده صغير، خلي بالك ده 20 سنه. طب يعملوا ايه يا احمد؟ قبائل بقى كبيره بقى وفيها بقى ايه يعني اسماء كبيره قوي، ده حكموا النبي صلى الله عليه وسلم، ده حكموه نعمل ايه. والنبي بقدم حل ابداعي رهيب. النهارده لو واحد جه قال لك يا احمد احنا في سبعه والمفروض ان الكوبايه دي حد يشيلها
والسبعه دول كل واحد بيتخانق ان هو يشيلها، يعمل ايه؟ قام جايب حاجه كبيره وحط الحجر فيها وخلى كل واحد يمسك من طرف عشان مصار. كلهم يقوموا شايلين الحجر، وقام واخد الحجر وحاطط الحجر في مكانه. ده عنده 20 سنه وخد قرار. النهارده اللي عنده 20 سنه بيفكر في ايه؟ ايه اولوياته؟ ايه اهتماماته؟ بينام وبيصحى بيفكر بكره الصبح هعمل ايه؟ فالنهارده لما ما هو ده قدوتك النبي صلى الله عليه وسلم. هو النهارده بقول المثل ده كتير، بس انا بحب اقول المثل ده كتير لانه احنا بنقول النبي صح؟ طب الواقع النهارده حضرتك كل مصر بتحلم تكون محمد صلاح. طب انت بقى شفت محمد صلاح وهو بيركب القطر وقاعد 5 ساعات في الطريق وبيبات، وكل القصص كلها الناس كلها عارفاها، اللي بات يقول لك انا رحت كنت بايت ورا بوابه النادي عشان رحت بالليل ومش عارف اروح ومش عارف رحت مقبره مع واحد صاحبي القريبه، قصه كده. طب يا جماعه ما احنا ما شفناش ده. مش هو قدوه ليك في ده؟ هو ما وراء الشهره او النجوميه او الواحد بيوصل له. وخلي بالك يا عم انت النهارده الشباب ده، الشباب يقول لك ايه؟ طب محمد صلاح، طب كريستيانو، طب ميسي. الناس دي اقراوا تاريخهم قبل كده هتلاقي كل واحد فيهم. انا اظن ميسي كان عنده مرض خطير وراجل تحدى نفسه علشان خاطر ان هو يلعب واتعمل له عمليه واشتغل على نفسه وبقى ميسي. فانت النهارده لما تكون عايز توصل لحاجه وعايز تاخد حد قدوه ما تشوف حياته عامله ازاي. فجبت لك الحياه من الدنيا، اما القدوه المطلقه النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل وتعب ويتيم وما عندوش مكان يقعد فيه. كل الظروف يا يوسف فاللي هو طبعا. بس طلع النهارده العالم كله بيجري على قبر النبي صلى الله عليه وسلم الزياره الجميله، كلنا بنشتاق بس ان احنا نعدي من قدامه السلام عليك يا رسول الله. بنعشقها ليه؟ لان في تاريخ هو تعب علشان خاطر ان احنا النهارده لما تيجي تقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد تحس ان قلبك بيطير مع الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما الشباب النهارده نبدا بس ايه؟ ايه ده؟ ده النبي كان بيشتغل، ده النبي يتعب، ده النبي امه ماتت وهي عندها 6 سنين، ده ابوه مات وهو لسه في بطن والدته، يعني هو ما شافش والده. ايه القصه دي؟ يعني معنى كده النبي قابل ماساه؟ طبعا. يعني النهارده حد عنده مشكله هتلاقي النبي مر بيها. والدتي توفاها النبي، والدته توفاها الله وهو عنده 6 سنين. كل ما حد يجي جده وبعد كده يموت جده وبعد كده يروح لعمه، انت عارف نقله البيوت دي؟ الكسره اللي بتحصل في القلب عامله ازاي؟ النهارده لما تيجي تبص اصل اليتيم ده بيصعب عليا عشان كذا، طب ما النبي صلى الله عليه وسلم يتيم، ففي النهايه اليتيم هو اللي نور للبشريه كلها النور، هو اللي جاب لنا ان احنا نعيش في حريه، هو اللي كرم المراه وخلى المراه تبقى عايشه وهو في حريه وسلام وحاجات حلوه كتير. وهو قدوتنا يا يوسف عليه الصلاه والسلام. وطبعا على ما اعتقد يعني احنا حلقه ولا اتنين ولا تلاته، ده كلام احنا هنمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم. لسه احنا مش هنخلص كل حاجه كده، لسه كل اسبوع كده نكمل نشوق الناس معانا برضو بالتفاصيل الحلوه. اكيد طبعا عارفين، بس انا اقصد يعني ان احنا برضو بنفكر بعض كده، ودي قاعده حلوه ويوم جمعه ونصلي على النبي كتير قوي. مباركه الله نورتنا يا يوسف كالعاده. حبيبي يا احمد انت اللي جميل وانت اللي منور الدنيا كلها. ده بنورك يا حبيبي، ربنا يكرمك يا رب. وبكده خلاص.